السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات أسرار الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز. النهاردة والله يا جماعة تاني مرة هي على التوالي وبدون فبركة، وأنتم عارفين إن أنا صريح معاكم جدا جدا جدا. المصيدة بتاعت عم كمال مصطفى كمال شريف ماسكة يمنتين مع بعض، كان تقريبا امبارح أو أول امبارح مش فاكر، بس امبارح على ما أعتقد ماسكة اتنين والنهاردة ماسكة اتنين مع بعض. والمصيدة بتاعت الباشمهندس عادل الطناني من الإسماعيلية اللي كان أهدانا بمصيدتين، فيهم واحدة ماسكة برضه واحدة إيه، تعالوا نشوفوهم كده مع بعض. طبعا الحرامي لما سرق اليمام غبنا فترة يجي أسبوع كده مش عارفين نمسك يمامية، بس بعد ما مسكنا واحدة أدي جه عليها برضه يمام وبقى عندنا بتاع كام أربعة، اللي هي كانت ديلها من شال اللي هي دي، وطارت هربت مننا وجت تاني. ادي واحدة بتاع الباشمهندس عادل اهي، وديت بتاعة عم مصطفى كمال شريف. وعشان كده انا بقول لكم المصيدة احسن من ثمنها الف مرة. ايه يعني مصيدة بمية جنيه تمسك عشر يمامات الواحدة بعشرة جنيه ولا الجزء بخمسة وعشرين؟ خلاص جابت تمنها. ديت بقى لها سنتين ثلاثة معانا مش متذكر عمالة تمسك يمام، بتمسك بالجوز وبتمسك فرداني واحدة بواحدة كده، ولو سيبنا دولت وحطنا لهم برام كده فيه مية وبرام أكل هيجي ينزل عليهم تاني وتالت ورابع وهيزيدوا عن كده، وبالذات لو البوكس الصندوق ده اهو لو كبير، يعني لو غويت شوية يعني ممكن نشيل القعر بتاعها ده وننزل لها خشب سدايب خشب تانية كده، نكبر الصندوق شوية اللي يسقط هيسقط فيها ونعمل شيالة أو اتنين اليمام يقف فيها يقف عليه ونسيبها على كده، نحط بس الاكل والميه ونيجي الاخر نلم منها اليمام، يعني نتابعها بس الاكل والميه علشان الطيور ما تموتش. فيها واحده زغلوله اهي اتلمت هناك، او تقريبا الاثنين زغليل ولا لونهم، بصوا بس التصوير مش واضح قوي. اهوت يا جماعه والله بدون اي فبركه، يا رب بس ما في حاجه تطير مننا اهو. هذا صيد يسير، حاجه بالساهل كده، نيجي بس نلم اليمام والبلابل، بس البلابل اليومين دولت واقفة خالص بالاربعة. يعني بصوا حاطين جوز بلابل وجبنا المصايد برضو، المصايد العجيبة دي واحدة وادي التانية حطيناهم على الارض مع المصايد الفيران اهو، مصايد الفيران اهي واحدة اهي، بس صعب جدا انهم يشتغلوا تقريبا. ديت طبعا الهواء قافلها، الكرتونه دي جت عليها قفلت الباب قافله على الفاضي، نرجع نعيد نصبها تاني. وادي مصيدة فراء، وادي دي برضه عشان في هواء اليومين دولت، بصوا المصيد بتقفل على الفاضي، هنرجع نعيد نصبها برضه. يعني المصيدة العجيبه عم مصطفى في القاهرة عند ميزلان الدويقة بيبيعها بكام؟ ب40 جنيه حاليا بعد التعديلات اللي عملها فيها، كانت ب25 ومش خسارة فيها ال40 جنيه. أنا مخلي اللي عندي عاوز أطليهم الأول أدهنهم، أما يبقى عندي شوية دهان متبقيين من الدهان بتاع الموبيليا أدهن المصايد اللي عندي. بصوا دي معلقة علشان المطرة، ادهن السلك يبقى زي ده علشان ما يجرحش الطائر، وادهن الارضية نفسها لان عم مصطفى عاملها بام دي اف خشب كده، نوع من انواع الخشب اسمه ام دي اف، نجارين عارفاه كويس. الخشبة دي اما بتندهن بتبقى مظلطة ناعمة خالص جميلة بصراحة يعني، بس لو ما اندهنتش المية لو نزلت عليها تبوظ، لانها عامله زي الكرتون زي ماده الكرتون كده. فانا بقى ان شاء الله ايه مخليهم ادهنهم الاول
وممكن في حد يكون قريب مني وعايز مصيده ولا حاجه اديله واحده او اتنين، او لو عايزهم عندي سته، بس طبعا انا اما اضيف مكسبه عليها زي اجره السكه مشالها هتبقى غاليه. فانا انصح برضو الاصدقاء اللي عاوز يشتروا قريب من القاهرة هيروح لعم مصطفى، واللي من البحيرة برضو انصح ان انت يعني مشوار كده تضحي بمشوار نزلة عند مزلان الدوية خلف قسم الشرطة او مصنع الرنجة، تتواصل مع ابو ادم الاول قبل ما تروح، وقناته موجودة في اول تعليق مثبت وفي وصف مقطع الفيديو، وارقام تليفوناته موجودة، والرابط بتاع قناته موجود، كله موجود، وفي حاجات تانية كتير هتعجبكم عن الشبكة الهوائية وعن الحاجات دي موجودة في اول تعليق مثبت. البلابل احط لهم بقى، في اخ من السويس عاوز 8 بلابل ذكور واناث، ان شاء الله نبعتهم ليوم الجمعة الجاية، هنقله انضف بلابل فيهم ان شاء الله، اللي رشه نضيف، بس هم اسمنا انا حاطط يوسف اندي مبلل الريش اللي حوالين منقارهم شويه، بس بعد كده ما بيقفوا في المطيار او القفص اللي هيروحوا فيه عند صاحبهم ان شاء الله، لو اكلهم مثلا عليها زي العليقة البادي ويحط لهم حاجة كده يعملوا دش ووشر، حاجة يعني يعملوا حمام او يشطفوا، ياخدوا دش كده معون مثلا يتحط بلاستيك، علبة حلاوة طحينية بلاستيك تتحط فيها مية بيشطفوا منها ويقفوا ينضفوا رشهم بيرجعوا زي الاول واحسن كمان. تقريبا انا نسيت انصب المصيادة اللي فوق البولبو، ويدوبك نزلت ولقيت بولبو البص نازل بلف حواليها اهو في نص الشاشة بالظبط، دي لو مفتوحة بص نزل قدام بيلف حوالين البربل اللي هو في القفص اللي احنا حاطينه في العين بتاع المصيادة اللي فوق. الباب بقى لو مفتوح بتاع المصيادة اللي فوق كان دخل فيها، بس هو قدام المصيادة اللي وراها، هو مش واضح اوي، بس هو في الناحية التانية قدام باب المصيادة اللي في الناحية التانية. نسيت انا المصيدة مقفولة وحطيت لهم اكل ونزلت، واتفاجئت بيه نازل على البلبل اللي في عين المصيدة اللي في الناحية الشمال، واحد في الناحية اليمين اهو واحد في الناحية الشمال. ده صوت الرسايل بتجينا، عامل انا صوت الرسايل بصوت طيور، وصوت النغمة بتاعت الرنين برضو بصوت طيور. وراح فين؟ نطلع ننصبها له ولا ايه؟
اهو اتمسك اتمسك يا جماعة في العين. بصوا اهو جه في العين اللي ورا في الناحية التانية. تمام كده. بصوا المصيبة ده هو كان جه بيتنطط هنا في أول الفيديو لو خدت بالكو، بس غيبت أنا لقيته هيغيب فقلت لا أطلع عن صبحي وأمرنا لله، فطلعت لقيته منسوبك. طبعا أنا حاطط جريدة ديت الطائر بيدوس عليها بتقلب بيه، يعني ركزوا كده في الجريدة، عود من الجريد بتقلب بيه لجوه اتجاه البابي كده لجوه. نجيب بقى البلبل ده، خليكم معايا كده لما اجيب. يا جماعة هي حظوظ ده هوت رزق اخونا من السويس صديق للقناة، كان بيتواصل معاه من شوية رن عليا كلمني، كنت بعت له رسالة، كان بعت رسالة على الواتساب عاوز 8 تجواز يعني 8 بلابل. قلت له ربنا كرمنا واصطادنا بزيادة، في هدية بلبلين زيادة على 8 بلابل يبقوا 10. يا دوبك قفلت معاه وطلعت لقيت المصيده، لقيت البلبل ده بيروح ويجي زي ما حضراتكم شايفين. البلبل ده ريشه سليم 100% وان شاء الله نقله شويه بلابل كده نضاف. وديت بصوا الذكر بتبقى راسه عريضه، وكان بيسالني برضه يعني ديت نتايه راس رفيع خالص اهي، وبنحسس عليها كده واطيه راسه، بتبقى واطيه في النص على هيئه 7. الدكر راسه عريضه مبططه عريضه وبيوقف شعر راسه، يعني تلاقوه تقرب ايدك على القفص بتاعه تلاقيه يوقف شعر راسه كده زي الهدهد. فان شاء الله يوم الجمعه هبعت له انا من موقف عبود، والناس برضو اللي هي عايزه بلابل وفي المسافه بعيده انا بروح القاهره سوق السيدة عيشة، يعني ممكن لو انت في السويس اسماعيلية الحتة دي تبعت لك من الموقف مع السواق الكمية اللي حضرتك عايزها في كرتون عادي، وتبعت لي الفلوس على فودافون كاش ولا حاجة. فالراجل ده رزقه حلو معانا اهوت النهاردة. احنا لسه انا بصور لكم الفيديو دوت يوم الاربع، هنصطاد لسه يوم الخميس، فان شاء الله لو مسكنا كمان بلبل يبقى الراجل كده ايه البلبلين اللي انا وعدت بيهم جم، ندوله بلبلين هدية على الثمان بلابل اللي هياخدهم. هو هياخد مش عارف 4 وصديق ليه هياخد 4 تانيين، ممكن بقى يدي هو صديقه دوت بلبل او ياخد الجوز ليه عادي، يعني اختياري الامر يرجع اليه يعني. طبعا الناس المحترمة اللي زي كده بتتواصل معايا الواحد بيعرفها يعني من طريقة كلامها ومن تواصلها، فالواحد بيحاول يكرمها يعني بزيادة، لأن دي حاجة جايلنا كده من عند الله يعني ما بنتعبش فيها خالص بصراحة، فبنحاول برضو نكرم الناس معانا. واللي عاوز يزيد من 10 بلابل إن شاء الله ممكن نديله الجوز على 75. وبنزل سوق اسكندريه ان شاء الله بتاع الحمام سوق الجمعه، وبنزل سوق طنطا، فلو حد برضو من يميت الساحل الشمالي والمناطق البعيده عن اسكندريه ممكن وانا في موقف اسكندريه اشحله برضو عادي. والحاجه اللي زي كده يا دوبك بيندفع لها اجره نفر ولا حاجه، يعني عندنا من القاهرة أنا مثلا واحد بعت لي فراخ براهمة قبل كده من القاهرة لإيتاي البارود، المفروض الأجرة 26 جنيه، سواء خد مني 30 جنيه، فمش مشكلة مش فارقة، أجرة نفر وبالزيادة شوية مننا مش فارقة.
ما تنسوش دعمونا باشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعارات بمقاطع الفيديو الجديدة، واستودعكم الله.